المؤمن المخلص يتمكن أن يتخذ من كل خطواته وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه، وأفضل المستحبات على الإطلاق هو زيارة الحسين سلام الله عليه. ولا يوجد في الشريعة مستحب مثل هذا المستحب، لا يوجد أفضل منه، بل لا يوجد مثله. فأنتم أيها المشاة إلى الحسين، وأنتم أيها المؤمنون المواكب أصحاب المواكب في خدمة زوار الحسين، سوف تكون لكم وقفة خاصة أمام الحسين سلام الله عليه يوم القيامة، وتكون للمؤمنين عموما ولكم بالخصوص شفاعة خاصة من الحسين سلام الله عليه. يا وقت ينفاق قد أسرعنا سيدي، نسألك الدعاء يا سيدي، نسألك الدعاء يا سيدي، نسألك الدعاء.